شكون يقف وراء سجنك الشيخ محمد الهنتاتي؟ راشد الغنوشي. راشد الغنوشي يستناك تمشي الحج باش يشدك. ينعم ينعم ينعم. شوف، اولا هناك حاله اصرار على ايقافي باي شكل وباي اسلوب، ولاني انا محمد الهنتاتي بكل احتقار لنفسي عندي علاقات في جميع مؤسسات الدوله وعلاقات مع العوام ومع الخواص ومع رجال القانون ورجال السياسة ورجال الأمن ورجال الجيش. يعني الحمد لله فضل ربي نعرف الناس والناس تعرف. ولأني أنا كنت محل خلاف شديد مع راشد الغنوشي. أي واحد عنده مشكلة يتهم راشد الغنوشي؟ أنا يبدو أنا نتحمل مسؤوليتي سأدلي بالقرائن تقريبا. يبدو أنه راشد الغنوشي يحكم في تونس الكل، معناها ثم نوع من المبالغة. خاطر أنت كنت تابع النهضة، ولكن ما كنتش النهضة في نطاق التجديد، ما نعرفش، ما كنتش قيادي، ما كنت يعني كنت مجرد منخرط ابدا، وربما لا أبداً ما كنتش قيادي ابدا ابدا ابدا، وكنت من الوجوه اللي معناتها تثير برشا جدل وبوليميك، ونعرفوا اللي النهضة تحب تنحي الشيوخ المثيرين للجدل وخاصة لا سمحني في الكلمة الجدل الفارغ هكا من اجل بعض الحكايات. شدني راجل الغنوشي، معناتها مش كانك تبالغ، مش كانك تصنع، في تريد ان تصنع عدو معناتها باش يبرر دخولك للسجن. اولا خاطر انت راجل الغنوشي عملت لي تخدم معاه، تو باش تولي تقول فيه في كلام يولي تاني مش عامل تالي اقل من يعني اكثر من عامل تالي بشوي.